اهلا وسهلا بحضراتكم. في حلقه سابقه طرحنا ملف هموم الفلاح المصري، وربما تكون احد جوانب هذه المساله تتعلق بالقروض اللي الفلاحين كانوا بياخدوها على مدى السنين اللي فاتت، واللي للاسف الشديد لم يستطيعوا نتيجه صعوبات عمليه او ربما لأسباب أخرى عدم سدادها، وبالتالي بدأ مسلسل التعثر لدى الفلاحين، وبدأت مديونية بنك تنمية والائتمان الزراعي تتزايد، وبدأ هذا الملف يطرح نفسه بشدة. على مدى الفترة الماضية كانت هناك محاولات من الحكومة المصرية للتعامل مع هذه المسألة، لأن كان في بعض الفلاحين صدرت ضدهم بالطبع أحكام بالسجن نتيجة عدم سدادهم لمديوناتهم. هنفتح الملف بالكامل مع ضيفنا العزيز النهارده في الاستوديو الاستاذ عطيه سالم، رئيس بنك التنميه والائتمان الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني اهلا وسهلا. انا عارفه طبعا ان في مشكله، حضرتك يعني يمكن لم تكمل شهر على تولي هذه المهمه اللي هي صعبه جدا. لا ان شاء الله بربنا هيسترها معانا وهنعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. عايزه حضرتك من وجهه نظرك تطرح لي الواقع الخاص بمساله تعثر اهالينا الفلاحين، لان ده بيشكل هم كبير جدا. الفلاح ده بيزرع، وفي الاخر لما يزرع نتاجه ده ما يعوضلوش تعبه طول السنه او طول فتره المحصول، وفي الاخر يلاقي نفسه مديون لبنك التنميه والائتمان الزراعي لانه خد قروض وتعثر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عاوز اقول على حاجه، هو التعثر ده مساله بسيطه جدا وصعبه جدا. هي بسيطه جدا لو العميل وهو بياخد القرض كان على قناعه تامه بان هو هيشتغل بالفلوس دي وهيسددها في الايه النهايه. الحقيقة التعثر اللي جه في بالنسبة لأهالينا في الأرياف في المزارعين مرجعه حاجتين. بعض القرارات اللي هي طلعت بإعفائهم، واللي هي المبادرات أو على وجه الخصوص المبادرتين اللي حصلوا. المشكلة موجودة في إن المزارعين كانوا ما بيزرعوا وبياخدوا التمويل، كانوا بيجي لهم وقت انهم يبقوا على قناعة ان هم هتحصل مبادرات، والمبادرات دي هتعفيهم من عشان كده قلت لي هو كان واخد الفلوس، ويعني كنت عايز تقولها لي بطريقة دبلوماسية، وما كانش عنده نية انه هيبقى عنده التزام بسدادها. هقول لحضرتك على حاجة. ايوه ولا بس اللي احنا عاوزين نقوله حاجة، الواقع حصل وحصل تعثر لإخواننا المزارعين. طيب نعالج التعثر ازاي؟ احنا مش عايزين نقف عند، انا بس عايزه اقف عند النقطه دي، لان احنا شفنا بعض الحالات والنماذج وكانت موجوده عندنا هنا في تقارير سابقه تتعلق بعكس حقيقي عن يعني حضرتك تكاليف الزراعه دلوقتي بقت تكاليف مرهقه للفلاح، بيتعب طول السنه وياخد نتيجه محصول للاسف الشديد حتى ما بتجيبلوش بالمعنى الاقتصادي تكلفه انتاج. انا مع حضرتك بس ده ايه؟ لان هو برضو احيانا ما بيصرفهاش في الغرض اللي خدها من اجله، او ان هو بيستخدمها في اغراضه الاخرى. هنا احنا البنك برضو عليه قصور في الحتة دي، ان هو ما بيتابعش ويتأكد من جدية استخدام القرض في الغرض الذي اتخذ من اجله. في امور تانية، امور تسويقية، في امور ان هو التكلفة بتزيد، في عناصر الانتاج بتاعته الزراعة بتاعته ارتفعت بترتفع، فبالتالي بيحصل له نوع، احيانا بتحصل ظروف غير منتظرة، احيانا بتحصل يعني مثلا يا فندم السيول اللي حصلت في اسيوط وضربت كل الفدادين اللي فيها زراعة قمح، طب الفلاح ده يعمل ايه؟ بالظبط كده. انا بقول لحضرتك في ظروف غصب عنه، وفي ظروف ما تبقاش غصب عنه. طب انا بس خايفه من المخرج بتاعي عشان قاعد يهددني دلوقتي، لازم ناخد التقرير الخاص اللي هيفتح الملف ده ويطرح بعض ابعاده. نشوف هذا التقرير ونعود للنقاش مره اخرى. جديدة بين فلاحي مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعي بعد رفض البنك أي مبادرة لإسقاط ديون الفلاحين، ضاربة عرض الحائط كافة الوعود الحكومية السابقة بإسقاط مديونيات المتعثرين والبالغ عددهم 62 ألفا بإجمالي مديونيات بلغ 1.8 مليارات جنيه. إزاي فلاح رايح ياخد 1000 جنيه قرض بيقول له 30 جنيه استعلام محلي، 60 جنيه استعلام خارجي، 500 جنيه دفتر شيكات لفلاح عمره ما شاف لون الشيك ايه، ثمنه 500 جنيه،
وياخد منه تأمين على الماشية 250 جنيه تأمين عليه هو شخصيا 250 جنيه وياخد القرض 50 جنيه اللي باقي من الألف. المسؤول اللي بيطلع على التلفزيون وبيدي تصريحات انه حل مشاكل الفلاحين واسقط ديون الفلاحين واوقف الملاحقات القضائية ليهم، كل الكلام ده على أرض الواقع ما بنلاقيش منه حاجة، والناس دلوقتي احتارت، يعني هنروح لمين؟ نقف نحاسب بتوع القنوات على اللي بيقولوه ولا نحاسب بتوع البنك على اللي بيردونا بيه؟ مسؤولي البنك من ناحيتهم أكدوا وقف جميع الإجراءات القانونية ضد جميع الفلاحين المتعثرين حتى نهاية العام 2014 لحين عمل جدولة لمديونيات الفلاحين، متهمين بعض المتعثرين بعدم الجدية في سداد مديونياتهم. كان الرئيس المعزول محمد مرسي قد أعلن عن إسقاط ديون المتعثرين لمن هم أقل من 10,000 جنيه، ولكن هذا القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعد أن رفض البنك إسقاط المديونيات عنهم حتى تقوم الدولة بسداد مبلغ 100 مليون جنيه للبنك ليسقط مديونية 44,000 فلاح متعثر على مستوى الجمهورية. المشكلة أن الفلاح دلوقتي عليه ديون مش قادر يسدها، المحاصيل بتاع الفلاح أسعار متدنية جدا، مفيش يعني محصول بيجيب حقه. حكومات متعاقبة ولا زالت معاناة الفلاح المصري مستمرة رغم وعود متكررة لم ينفذ منها إلا القليل، فيما يرى مراقبون أن استمرار الأوضاع السيئة للفلاحين وتجاهل مطالبهم تعكس أداء حكوميا هزيلا فشل في إيجاد حلول حقيقية لمشاكل الفلاح المصري البسيط. إسلام غنيم، قناة دريم. شكرا لزميل إسلام غنيم، وما زلنا في حوارنا متواصلين مع الأستاذ عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي. لفت نظري في التقرير عدة نقاط عايزة تعليق من حضرتك عليها. الفلاح اللي قال في التقرير بحسبة بسيطة جدا على التكاليف عشان ياخد قرض بألف جنيه يدفع تأمين إيه ويدفع تأمين إيه ويدفع رسوم إيه وفي الآخر يبقى باقي له القرض ده 50 جنيه. بصي هقول لحضرتك على حاجة، هي طبعا مش بالصورة اللي قال عليها، لكن في هو بيجي يقول ايه، انا باخد القرض وبيتحسب عليا فوائد وبيتحسب عليا مصاريف اداريه والفوائد بتتعلى وما بتسددش، فبيحصل ان يحصل تراكم للفايده. بصي حضرتك، انا على يقين ان احيانا بيبقى في زياده في المصروفات الاداريه اللي بتحسب، وعشان كده انا اديت تعليمات واضحه وصريحه بالنسبه للمصاريف الاداريه اللي بتتاخد من المزارعين. على خلي بال حضرتك احنا بنتكلم على الائتمان الزراعي غير الائتمان الاستثماري. مظبوط. الائتمان الزراعي انا اديت تعليمات واضحه من اول ما جيت وعرضوا عليا المشاكل بتاعه المزارعين ان المصاريف الاداريه عاليه لا لابد انها تبقى توصل للحد الادنى، و اكتر من كده في التسويات بالنسبه للمتعثرين قلت لهم بالنسبه للمصروفات الاداريه شيلوها تماما. طيب دي نقطه ايجابيه نركز عليها، حضرتك اديت تعليماتك للفروع ان لابد من تقليل طبعا لان مش منطقي مش منطقي الرسوم الاداريه والغائها تماما في حاله التسويات. طيب عندنا مشاركه من الاستاذ عبد العزيز محمد. من استاذ عبد العزيز مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. تقربت يا فندم، احنا في محافظه الوادي الجديد منطقه الفرافره. اهلا وسهلا. في مبادره الريس لسنه 2008 ورفع مننا مبلغ وتبقى مبلغ، انا سددت المبلغ ده كاش، صنفونا في البنك التنميه تصنيف ان العميل رضيء، ورجعنا بعد كده اتعاملت مع البنك تاني للاسف ان هم قالوا لا المبلغ اللي هو شالته الدوله لا اللي هو قرار رئيس الدوله ما ينطبقش، ودفعونا الفلوس تاني وقالوا تتعلى لما نشوف الدولة هتعمل فيها ايه. هل يصح ان قرار رئيس جمهورية يتخذ بالهزل ده وبالضعف ده وبنك يصح؟ يعني حضرتك دفعت الفلوس وبعدين طلبوك بدفعها مرة اخرى؟ انا مش فاهم. قالوا فلوس الدولة ما دفعتش فلوس وعاملين الفلوس معليين للفلوس ان انا ايه دفعتها تاني، اللي هي المبادرة بتاعت الرئيس سنة 2008. لا احنا مش فاهمين. انا استاذ عطية، حضرتك كان عندك قرض بمبلغ معين. ايوه يا فندم. دفعته كاش. دفعت المبلغ اللي هو باقي عليا الكاش، ما تقسطش على 10 سنين ولا حاجه. تمام. دفعته كاش. تمام. ورجعوا قالوا لا المبلغ اللي شالته الدوله لا ده لسه فيه مش عارف ايه، والدوله دفعت جزء وباقي جزء، ودفعوا لي الفلوس تاني ومعلينها تاني في بنك التنميه. يا ريت، انا عاوز اجابه صريحه من الاستاذ عطيه ومشكورا يعني، شوف لي حل في المشكله دي. شكرا يا فندم.
شكرا. نسمع رد هو الزوزعطين. هو انا عاوز اقول على حاجه بس، ال- 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 الفلاح او المزارع ملوش دعوه بالعلاقه اللي ما بين البنك وما بين الوزارة المالية أو بين اللي هيسدد مقابل المبادرة. دي ده ملوش علاقة، هو في مبادرات، المبادرات دي تم تطبيقها من جانب البنك مع إخواننا المزارعين. أما الجزء بقى اللي فيه تسوية بين البنك وما بين الجهات اللي في الدولة دي علاقة ما بس بين على فكرة البنك. أنا فهمت المشكلة بقى من إجابة حضرتك، مشكلة الفلاح اللي كان بيكلمنا دلوقتي أنه دفع الجزء اللي كان عليه، الجزء اللي كانت مفروض الدولة تتحمله في إطار هذه المبادرة رجعوا في كلامهم وقالوا له لا إحنا مش هو يعني هو قال كده لكن هو المشكلة إيه؟ هو النهاردة بيبقى عاوز أنه تشيلي كل الإيه المبلغ او الجزء اللي هو بيقول لك ايه نص المبلغ. المشكله بتبقى في حتتين، حته اصل المبلغ وحته المبادره قالت يدفع اصل المبلغ وما يدفعش جزء من الفوائد. فاللي حاصل بالظبط هو ايه، هو محتار دلوقتي، هو مفروض يدفع ايه وما يدفعش ايه. المبادرات بالنسبة للفلاحين مش واضحة، واحنا لما بنيجي نسوي معاهم بنقول لهم المفهوم والمنطق بتاعها هو كذا، هو اللي بيحصل بالظبط انه بيرجع يقول ايه لا ده انا فهمت انها لازم هتشيلوا كل الايه المبلغ او هتشيلوا نص الايه المبلغ. النسب في المبادره مش واضحه. انا ليه رجاء، وعشان كده انا قلت ايه، ما هو عشان في ناس مسؤولين حكوميين بيطلعوا يشيلوا الحكايه لحضرتك في الاخر، يعني لك كله هيبقى جميل وكله هيتحل في الاخر. انا مدي حضرتك قدامي انا هستعرضه اخر تعليمات انا اديتها واصدرنا بيها انا هقراها يا فندم، بس فضل. هي تستحق التوقف، بس خلينا ناخد هاني من سوهاج. اتفضل يا فندم. استاذ هاني، طيب ناخد الاستاذ رضا من كفر الشيخ. اتفضل استاذ رضا. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الخير يا فندم على ضيفك العزيز وعلى الساده المشاهدين كلهم. اهلا وسهلا. شاكرين قوي، ربنا يكرمك يا اخويا. يا اهلا بيك. انا بس عايز اقول لعطيه بيه، نعم امرني، ان احنا انت جاي حضرتك جاي عشان تطور في البنك ان شاء الله، واخد بالك؟ ان شاء الله يا فندم. الحرس القديم اللي هو اللي موجود من زمان القديم اللي بيضلل في الامور وبيوصل الامور اللي مش مظبوطه، احنا عايزين البنك يشتغل شغل مظبوط بعد كده، يشتغل لصالح الفلاح، احنا ما بنقولش يشتغل لصالح الاستثمار. احنا البنك ده بنك الفلاحين. بالظبط يا فندم. عشمالين فيك يا عطيه، حاضر ان انت هتظبط البنك. وطبعا احنا انا عارف ان معالي وزير الزراعه يعني راجل محترم وراجل كويس، وبيتمنى ان كل الناس الفلاحين تبقى مبسوطه بالنسبه للبنك. الحرس القديم اللي كان في البنك ده كان مضايق حضرتك في ايه؟ كان بيعمل ايه من ممارسات يمكن ان الاستاذ عطيه يحاول يعالجها الفتره الجايه؟ الحرس القديم بيوصل المعلومات مش مظبوطه. هما بيوصلوا المعلومات للسيد رئيس مجلس اداره البنك مش بيوصلوه بطريقه مش مظبوطه اصلا. احنا النهارده احنا كان عندنا قبل كده من كام سنه كده، ايام ما كان البنك شغال حساب الفلاح، احنا كان البنك كان كل بيت في مصر كان فيه من الفلاحين، كل بيت من الفلاحين كان عنده 10 عجول و15 رجل كان بيتامن عليهم، وكان البنك كان بيوفر لهم الاعلاف وبيوفر له بيسير المواسي وبيوفر له بالاعلاف وبيعمل كل حاجه. واضحه الفكره يا استاذ هاني، شكرا لمشاركه حضرتك. هرجع للقرار الخاص باتخاذ اللي هو القرار الخاص باجراء تنفيذ اي احكام خاصه ببعض المتعثرين لحين معين، وحضرتك اصدرت قرار في هذه المساله. انا ودي كانت ملاحظه بعض الفلاحين، مش واضح عباره معينه حضرتك وضحها لي، عدم ملاحقه صغار المزارعين المتعثرين. ما هو مش موضح لحضرتك صغار المتعثرين دول اللي هم كانوا واخدين قرض من حدود كام لكام؟ لا هو بصي حضرتك، هو يمكن المفهوم ايه، احنا دلوقتي اولا بصفه عامه في هنقول حتتين. الحته الاولانيه اللي هم ما اتخذش اجراءهم او ما صدرش في شانهم حكم نهائي، واللي صدر في شانهم حكم نهائي، اللي لم يصدر او لم يصدر عليهم حكم، دول اي اجراءات قانونيه
ضدهم ما فيش إجراءات قانونية، وتم إيقاف جميع الإجراءات القانونية والملاحقات ليهم حتى نهاية العام في ديسمبر 2014. وصل ده لكل الفروع حضرتك قلت لي عندك أكثر من 1200 و25 أو 30. أرجوك تتأكد إن اللي في الوادي الجديد راح له واللي في سيوة راح له. اتبعت مرتين وتأكدت على يقين، وأنا زي ما اتبعت مع حضرتك في مداخلة قبل كده قلت لحضرتك إيه، أي زميل في أي فرع مش هيلتزم بأنه ينفذ هذه التعليمات هيخضع لمساءلة مني أنا شخصيا. إحنا عشان نريح المزارع وعشان نخليه آمن وعلشان ياخد حقوقه إحنا بنعمل بعد ربنا الكلام دوت. الحاجة المهمة أنا ليه رجاء عنده فقط، أنا يعني البنك هيروح لحد عنده وهو يجي لنا خلال الثلاث أشهر دول وهنقعد مع بعض ونسوي بالطريقة اللي هو عاوزها. ده بقى اللي صدر ضدهم أحكام نهائية. لا أنا بتكلم اللي لم يصدر. وحنسوي معاه على فترات من 3 سنين لخمس سنين، وحنشيل جزء من الفوائد وحنشيل المصاريف، وحنتكلم مع مش هنحط مسطرة، لا احنا هنتكلم مع حالة حالة ووفقا لظروف حالة، لان كل حالة تختلف عن قواعد عامة تنفع تطبق على. لان انا لو جيت قلت لا هو كده يا كده يا بلاش، هو ده الغلط وهو ده معلش مع احترامي اللي كان موجود، وهو ده اللي احنا بنحاول دلوقتي بنغيره وبنعمله. نيجي بقى للجزئية التانية اللي صدر لهم احكام قضائية. اللي صدر له احكام قضائية ده انا ما اقدرش ايه اقول لا مش الاحكام القضائية لا تنفذ، ولكن بنقول ايه من فضلكم اللي انتوا صدر ضدكم احكام دي فعلا تعالوا لنا في البنك وسددوا باي وسيلة من الوسائل للسداد، وحنديكوا مقاطبة مننا للجهة القضائية بأنه تمت التسوية مع البنك. أي فندم بس مبادرة رئيس الجمهورية كانت للناس اللي صدرت ضدهم أحكام وما عندهمش فلوس يسددوا لحضرتك. لا هي يعني كانت للمتعسرين. ما هو الجزء المتعسرين عشان كده أنا بعالج دي من ناحية إيه، من ناحية أنه صدر عليه حكم وأنا ما أقدرش أقول أن أنا مش هنفذ الحكم بتاع القضاء، فأنا بحلها إزاي والبنك بيحلها إزاي؟ بنقول تعالى و سدد بأي وسيلة ثم هقعد معاك أحديك جواب للجهة القضائية عشان يوقف تنفيذ الحكم، وهقعد معاك وهريحك وهقعد معاك وهساوي معاك. ما هي المأساة في ايه؟ لان هما معهوش فلوس يسدد. ما هو لو معاه فلوس يسدد يا فندم هو في النهاية يسدد عشان ما ياخدش حكم. ما انا هقول لحضرتك على حاجة، هو دلوقتي مطارد ويعيني مش قادر يروح بيته ومش قادر ليه، لان هو هيتنفذ عليه حكم مظبوط. فانا بقول له تعالالي وانا هساعدك وهقول لك تسدد ازاي باي وسيله من الوسائل، ومش هسيبه على كده فقط، لا انا هديله جواب للجهه لان هو قام بعمليه التسويه، لان انا ما اقدرش اوقف هذه الاجراءات ابدا من جانبي الا اذا سوى. طب ما ينفعش تعمل جدوله حضرتك ما هو شفتي حضرتك بقى هقعد معاه بقى، احنا خلصنا مشكلته القانونيه وايه هنقعد معاه ونعمل حاجتين. الحاجة الأولانية إن إحنا برضو هنشوف نقدر نساعده إزاي عشان القرض اللي هو سدده ده أو القرض اللي هو سبب مشكلته ونقدر نساعده إزاي. أنا ما يهمنيش إن أنا ساعده بس، أنا يهمني إن أنا أعومه بعد كده بلغة إيه اللغة المصرفية، إن أنا أساعده بعد كده إنه يبتدي يزاول يرجع أديله قروض أو أديله أي وسيلة من وسائل التمويل في أي مشروع. تحملني في هذه المسألة. أنا عندي فلاح عليه قرض مثلا للبنك التنمية والائتمان الزراعي ب 10,000 جنيه وخد حكم تمام، هو معهوش 10,000 جنيه لكن هو يقدر لو قعد مع مسؤول مثلا في البنك انه ال 10,000 دول يتقسموا على فترات، يدفع مرة 1000 2000 3 حسب. أنا عشان كده بطلب منه حاجة يجي لنا بس في البنك وأنا مدي تعليمات لجميع مديرين الفروع إنهم هيقعدوا معاهم، لأن هم احنا دورنا نقعد ونحل مش دورنا انهم يبعدوا عننا، هم لازم يجولنا واحنا مستعدين احنا كمان نروح لهم ومستعدين نقعد وهنعمل لهم اي شيء ما يتمش ان هم يحصل لهم عملية حبس. طيب خلينا يشاركنا في الحوار حضرتك الاستاذ عبد الفتاح حرحش وكيل نقابة الفلاحين. مساء الخير يا فندم.
سهنور افندم. عايزه بس اطرح على حضرتك حاجتين قالهم الاستاذ اهلا وسهلا سهنور. اهلا وسهلا. قالهم حاجتين الاستاذ عطيه سالم. اول حاجه بيقول ان الناس اللي كانت في مرحله التقاضي ولم يصدر ضدها احكام نهائيه هو خلاص هيقعد معاهم ويحل لهم كل هذه المساله وهيوقف في المصاريف الاداريه وهيتعامل مع مساله الفوائد. هو عنده مشكله ان الناس اللي صدرت ضدها أحكام نهائية هو لا يستطيع كمسؤول أن يوقف حكم قضائي، لكن هو بيطالب الفلاحين بأن هم يذهبوا إلى فروع البنك لبحث آلية لسداد هذا بالزبط القرض بالزبط. هل ده يلقى قبول لدى أهالينا الفلاحين المتعثرين؟ حضرتك يا فندم علشان نبص مشكلة حضرتك ذكرتي وفي بداية السؤال ان الاصل كان 10,000 جنيه اللي تحدث عنها الرئيس السابق مبارك وكان تم الاعفاء وزارة المالية ودي كانت سبب من دين البنك 500 مليون اللي هي داخلة دلوقتي في موضوع اخطر اللي هو بيع بعض اصول البنك. فلما نيجي ان احنا بنعتبر ان هو اللي عليه حكم نهائي فهو هارب وطريد العدالة، وإذا إحنا اعتبرنا اللي هو هارب وطريد العدالة المشرع حط إن الهارب وطريد العدالة أن الهروب يساوي القوة، يعني اللي هارب بيتساوى مع اللي بيعاقب ومسجون. فدلوقتي هيكون معاه منين إن هو يسدد أو يتفاوض؟ فالمفترض إن أنا أرجع إن الدولة تقوم باستنزاف مع صغار المتعسرين في حدود 10,000 جنيه اللي هي نتجت عن اتخاذ او سياسات خاطئه في وقت ما نتج عنها الكلام ده. دي نمره واحد. نمره اثنين، اللي حصل من التعثرات اللي هي الاشياء التي ارهقت الممول اللي هو الفلاح البسيط اللي هي المصاريف الاداريه والعمولات والفائض، الحاجات دي المفترض ان انا بعالج في القديم وعالج في الجديد علشان ما اقعش في الجديد. فايه الخطوات اللي خدها البنك علشان المشكله ما تتفاقمش مع ناس ثانيه وان انا احل مع الجديد؟ طيب المفترض ان هم كانت في وعود من الرئيس المعزول مرسي والرئيس السابق مبارك ان الكلام ده هيتم اعفاء صغار الممولين منه او المتعسرين. استاذ عبد الفتاح، ما ذكره الاستاذ عطيه سالم ربما يحتاج الى التاكيد عليه انه يعني اعطى تعليماته للعاملين في بنك التنميه والائتمان الزراعي باعاده النظر في مساله المصاريف الاداريه، لان حضرتك كنت شايف ان هي مرتفعه، لكن هو بيطرح نفس الفكره اللي انا طرحتها انه اللي خد حكم ده ومتعثر هو معهوش فلوس اصلا. ما هي دي المأساة. دي مشكلتي انا معاه ان انا احلها له. انا كل هدفي انه ما يتحبس. كل هدفي ما دي الفكره اللي انا بتكلم حضرتك بتكلم انا بنفس حضرتك اتكلمت كويس جدا. حضرتك اتكلمت كويس جدا وكلام حضرتك يعني اكثر من رائع. انا بس هعلق على حته صغيره قوي، حته بيع اصول البنك دي مفيش حد يقدر يبيع اصول البنك. انا هتطرق ليها بس لا محدش لا يجرؤ احد انه يبيع اصول البنك. هناك فرق بين حاجتين عاوز اوضحهم تماما. اصول البنك حاجه، والاصول التي آلت ملكيتها الى البنك نتيجه عمليات تسويات عينيه او خلافه ده امر اخر. فالحته اللي احنا بنقول انا املك كرئيس البنك ولا احد يملك انه يبيع اصل من اصول البنك، لان دي لها اجراءات تانيه خالص ولها قواعد اخرى. انا بقولها من حضرتك دلوقتي وانا مسؤول عن كلامي، بالنسبه للمصاريف للائتمان الجديد اللي بيتمنح ده في قرار مني اهو بقوله ان هذه المصاريف هتكون الحد الادنى دون مغالاة، وانا بنفسي اللي هقعد مع الزملاء في البنك وهقول لهم يبقى كده فقط. طب ده الجديد، القديم اللي تحمل كم كبير من المصاريف الاداريه؟ بالنسبه للقديم المصاريف الاداريه والعوائد المهمشه انا بقول بالنسبة للمصاريف أنا هشيلها في المتعثرين. تمام، ده خبر إيجابي. بالنسبة للعوائد في نوعين من العوائد، عوائد مهمشة وعوائد مجنبة. العوائد المهمشة دي أنا بوصل فيها إن أنا أشيل لحد 50% منها. بقى المهمشة والمجنبة عشان الناس يعني هم برضو من ضمن الحاجات المصرفية إن بيبقى في عوائد لم تضاف إلى الأرباح وفي عوائد دخلت على الأرباح. المشكلة بتبقى في إن اتحملت على الأرباح، وبرضو رغم ذلك أنا برضو في السياسة بتاعت التسويات الجديدة أنا قلت يا جماعة مفيش حاجة جامدة، إحنا مش بنتكلم استغفر الله العظيم عندك قدر من المرونة لا ومرونة كبيرة جدا.
وعشان كده انا بقول ايه، انا التعليمات صريحه وواضحه، السياسه الجامده غير موجوده، احنا بنتبع سياسه مرنه. طيب. عايزه بس ارجع للاستاذ عبد الفتاح في نقطه انا لمستها من حوار الاستاذ عطيه سالم. اولا فيما يتعلق بالمصاريف الاداريه، هو بيؤكد لحضرتك وللفلاحين على الهواء الان ان اي قروض جديده سيتم منحها سيتم تخفيض المصاريف الاداريه الى ادنى مستوى ممكن، وفي اللي فات كمان في المتعثرين سيتم التعامل مع هذه المساله. لكن ما يطرحه الاستاذ عطيه سالم كرئيس لبنك التنميه والائتمان الزراعي ان هو كمسؤول لا يستطيع أن يتعامل مع حكم قضائي، طالما صدر ضد الشخص حكم قضائي هو لا يملك كمسؤول إلا أن هو يقعد معاه عشان يسوي أو عشان يجدول أو لكن في النهاية طريق التسوية سيظل هو الطريق الأمثل. بالظبط. طيب أسمع طريق. وجهة نظر الأستاذ عبد الفتاح. بعد إذن حضرتك يا فندم. تفضل يا فندم. أولا هرجع للتعليق اللي قاله عطية بيه بالنسبة لموضوع بيع الأصول، فيه معروف ان في 2.2 مليار مديونيه على البنك للحكومه على البنك. طيب. اللي هو يعتبر دين عام. طيب في من ضمنهم 700 مليون، حضرتك قلت ان فيه ممنوع يستطيع اي احد ان يقرب من الاسطول الثابته. احنا كمواطنين مصريين بيحصل لنا حاله ارتكاريه لما بنيجي ناحيه الاسطول الثابته، زي ما حدث قبل كده للراجل البخارية وعمر افندي وطنطر الكتان، فبيرجع لينا الهاجس، وخصوصا ان ده الصرح الوحيد الباقي للفلاح المصري اللي هو انشا 1930. فلما بنيجي نقف على الحته دي، تقول حضرتك بتقول الاصول اللي تم الحجز عليها نتيجه مديونيه البنك، فلازم اننا نحدد انا اصول اللي هي، هل هي الاصول اللي هي كانت مصادره لحساب البنك من الاشخاص اصحاب المديونيات، ولا من الاصول اللي هي كانت مشتراه باصول البنك لتدر ارباع على البنك لخدمه الفلاح، زي الاسهم في شركات الاسمده، الشون العامه بتاعه البنك وهكذا. دي نمره واحد. نمره اتنين، حضرتك لو سالت مدير الشؤون القانونيه اي حد في مراحل التقاضي في حاجه، ده بيعتبر دين، لانه دين بشيك او بايصال أو هكذا أو هكذا، يمكن التصالح فيه أمام المحامي العام في المرحلة الأخرانية من التقاضي، لأن هو بيمر زيه زي أي دين عام أو شيك على أحد الأشخاص أو إيصال، إن هو بيعارض فيه لغاية لما يوصل المرحلة النهائية اللي هو الحكم الاستئنافي، وبعد كده بيتم التصالح أمام المحامي العام. فحتة إن حضرتك بتقول إن ده أصبح وضع نهائي والتخلص فيه ضرب من المستحيل، فأنا حضرتك ممكن تسأل مدير الشؤون القانونية وهو يجاوب حضرتك على الجزئية دي. فلابد إن إحنا ما قلناش إن إحنا عاوزين نقدم التسهيلات دي لكبار المتعسرين، إحنا بنتكلم في صغار المتعسرين اللي هم دول 10,000 جنيه اللي كانت الدولة ممثلة في قيادتها التنفيذية كرئيس جمهورية هم اللي وعدوا بهم الفلاحين، وخصوصا إحنا على مسمع ومرأة من الدنيا كلها ان احنا في حالة تعثر من الناس كلها. استاذ عبد الفتاح، حضرتك بتقول الاستاذ عطية اسأل مدير الشؤون القانونية، مدير الشؤون القانونية قال لكم لما حد يصدر ضده حكم قضائي نهائي يمكن لمسؤول في البنك ان هو لا ينفذ هذا الحكم ويدخل في صيغة تانية؟ يعني حضرتك فهمت كده؟ يعني حضرتك قلنا مدير الشؤون القانونية قال لحضرتك ايه؟ لا هو بيقول ان هو بعد اذن حضرتك ان انا اسال ان في اجراءات. انا مدير شؤون القانونيه ما اقدرش بيني وبين حوار، انما ده وضع قانوني يمكن حله. حضرتك هو حاضر. انا استحاله بما اقول، لكن انا دايما بدور على مصلحه في ثوابت. هذا البنك انشئ ليخدم الفلاح وحيتنه يخدم الفلاح. طب انا عايزه بس قبل ما نخلص مع استاذ عبد الفتاح اسال حضرتك سؤال مباشر يا استاذ عبد الفتاح. عندنا عدد من اهالينا الفلاحين تعثروا وصدرت ضدهم احكام قضائيه، بغض النظر عن احنا هنعالج الحكم القضائي ده ازاي، انا بتكلم على الدين نفسه. ما يطرحه الاستاذ عطيه بيقول لحضرتك لازم ندخل في سكه التسويه، اللي عليه 10 لازم يجي يقعد معايا ونتكلم مع بعض، ال10 دول هاخدهم منه ازاي، 1000 2000 3 4، لكن في النهايه لازم هيقعد مع مسؤول البنك ولازم هيدفع العشرة. هل ده الفلاحين قانعين بيه وشايفينه الحل الامثل، ولا رد فعلكم ايه عليه؟ انا مستعد اروح لهم، يعني انا الباقي المديرين يروحوا للناس، انا مش معترض. يعني انا كل طلبي ان احنا نلتقي
ونلتقي ونقعد ونحل المشاكل لان لازم نحلها. تمام، رد حضرتك يا سعد فتاح. حضرتك يا فندم، احنا بنتكلم دلوقتي، اتفضل يا فندم. هل التحسب لصغار الفلاحين ده نشا عن تقاعسهم ولا كان في حاله رغد من العيش واحساس السلطه التنفيذيه برئاسه رئيس الجمهوريه انذاك ان الناس دي ما هيش قادره، فعلشان كده هو جاب لهم حاله الاعفاء؟ فهل حاله الاعفاء اللي هي طرح الاعفاء ساعتها زالت ولا زاد التعثر؟ ما زال التعثر زاد، احنا في حاله تضخم. لو احنا بصينا رصيد مصر من في وقت ما صدر القرار ده كان كام مليار دولار ودلوقتي بقى كام، هنعرف ان احنا وضعنا زاد سوء. فيبقى انا دلوقتي اللي انا عفيته انا في ظروف رغده، يبقى انا دلوقتي هو حد زاد التعثر ولا زادت الكواسه وانا هجادل معاه وهظبطه؟ هو ما معاش اساسا. تمام، واضحه الفكره. الاستاذ عبد الفتاح حرحش وكيل نقابه الفلاحين، هو طرح اللي انا نفسه قلت لحضرتك ان اللي صدر ضده حكم ما عندوش رفاهيه السداد، فهي دي الماساه الحقيقيه. اسمح لي بس اخد اجابه على هذا السؤال ولكن بعد هذا الفصل.